لكن قد يخرج من السبيلين شيء طاهر، قد يخرج من السبيلين شيء طاهر كالريح. الريح طاهر ولا نجسة؟ ولا حسب الريحة؟ ها طاهرة. طيب الصوت طاهر. طيب المني على خلاف، المني على خلاف، والصحيح أنه طاهر. طيب يقول تناقش اثنان في المني، فأحدهما يقول المني طاهر والثاني يقول المني نجس، فارتفعت أصواتهما بالنقاش، فجاء ثالث فقال ما لكما ارتفعت أصواتكما؟ فقال الذي يقول طاهر يا أخي هذا ذبحني. قال أقول لا أصلك طاهر، يقول لا أصلي نجس. أساس أن المني هو أصل الإنسان، خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى. المهم إذن المني طاهر. الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة على الصحيح طاهرة، الإفرازات تخرج من قبل المرأة الصحيح أنها طاهرة. الولد الذي يخرج من أمه طاهر. طيب الدم الذي يخرج من قبل المرأة أو قبل الرجل أو من دبر المرأة أو دبر الرجل نجس الدم. طيب لو خرجت دودة أحيانا أو خرزة أو ما شابه ذلك من القبل أو من الدبر، كذلك هذه طاهرة إن لم تكن يعني تلبست بنجاسة، أصابها شيء من النجاسات. المهم ليس المقصود هو حصر الخارج من السبيلين، ولكن القصد أن الخارج من السبيلين ينقسم إلى قسمين، إلى شيء طاهر وإلى شيء نجس.